هل الاقتصار على الغسلة الواحدة فقط لكل عضو من أعضاء الوضوء يجوز أو لا يجوز؟ الاقتصار على غسل العضو مرة واحدة جائز، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وكل هذا في البخاري، أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه غسل الوجه مرة واحدة، واليدين إلى المرفقين مرة واحدة، ومسح الرأس مرة واحدة، وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة، وثبت أنه صنع ذلك مرتين باستثناء الرأس فمرة واحدة، والله أعلم.